إيزا نورتن الإنجليزية وروزالي فاندر هوك الهولندية في مواجهة برونا ميلو الإسبانية وميليسا مارتن الفرنسية. مصنفة أو المصنفتين رقم واحد على هذه البطولة تيا وروزالي، والمصنفتين رقم اثنين على هذه البطولة برونا وميليسا. تيا الإنجليزية عندها 63 نقطة في هذه البطولة، مصنفة بعد برونا ميلو. برونا ميلو هي المصنفة الأولى في هذه البطولة الإسبانية، 67 نقطة. المصنفة الثانية تيا لويزا، ب 63 نقطة. روزالي المصنفة عندها 15 نقطة في هذه البطولة. هذه الزوجي تيا وروزالي، دام حضراتكم في الصورة تيا اللاعبة اللي قدامنا دي، هي دي تيا وروزالي الهولندية، هي اللي هتبدأ المباراة. أول إرسال لروزالي، أول نقاط المباراة 15 لا شيء. إرسال روزالي، وفينش من برون. يا سلام يا سلام يا سلام، برونا ميلو لاعبة مميزة قوي، مميزة قوي، أفضل لاعبة في البطولة برونا ميلو. هذه برونا ميلو ترجع في الخلف، وروزالي ما شاء الله عندها طول قامة، لكن برونا بتلعب بدماغها حلوة قوي. شوف هنا، شوف شوف برونا وتيا الاثنين اللي قدام بعض دول، الفوسفوري واللبني، يعني افضل لاعبتين في الملعب. 30-15 وارسال روزالي فاندر هوك الهولندية. يا سلام يا سلام، بوم عملتها، عملت البوم ميليسا مارتن الفرنسية. 30-30 ارسال روزالي فاندر هوك، ارسال حلو قوي قوي قوي. يا سلام يا سلام على الايس، ايس من روزالي. 40-30 40-30 جيم بوينت روزالي، جيم لصالح برونا لصالح تيا وروزالي. اول اشواط المباراة لروزالي وتيا. المصنفة الاولى والمصنفة الثانية، أو يعني الفريق المصنف أول والفريق المصنف ثاني. تيا نورتن هذه بداية الإرسال من برونا ميلو، هتفنش هتفنش. لا والله روزالي هايلة، بوم بوم عملت، عملت البوم بوم الفرنسية ميليسا مارتن. خمستاشر لا شيء. ارسال خاطئ من برونا ميلو داون دي لاين. يا سلام يا سلام يا سلام على الإنجليزية الشابة
صاحبة ال 19 سنة تيا نورتون، أفضل لاعبة في التنس مش في البادل بقى، تحت 19 سنة في إنجلترا. هذه اللاعبة أيوة اللي بتلعب الكورة دي، تيا نورتون. كرة ان بتوين، ويا سلام يا سلام يا سلام، دروب شوت هايل. 40-15. جيم بوينت او 15-40 فولد. صار خاطئ. بوم بوم، متوقعة فعلا، بوم بوم من اللاعبة برونا ميلو. 30-15 بتنقذ فرصة من ثلاث فرص عند تيا وروزالي. فينش قوي جدا 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 ميليسا مارتين. 40-30 فولد. دبل فولد وخطأ قاتل بيخسروا بيه الشوط برونا وميليسا. لا فولد واحد هنا بقى بيخسروا الشوط. لمست الكرة اللي فاتت الشبكة فبالتالي اعادلت، فعملت اعادة مرة تانية والشوط خلص لصالح روزالي وتيا. 2-0 في الاشواط. اول نقاط الشوط الثالث. 15 لاب. مصنفة او الفريق المصنف الاول والفريق المصنف الثاني، يعني متوقع اقوى مباراة في البطولة. لا شيء. 15-15 15 all. سماتش فور هاند حلو من تيا. اوت. باينة برا الملعب من ميليسا مارتين الفرنسية، عندها 8 نقاط في هذه البطولة. ارسال تيا حلو قوي 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 هذا الارسال. اعتقد ارسال سليم. 40-50 هنا. 30 all. 30-30 يعني كان في نت في اللعبة اللي فاتت. ثلاثين أربعين وبتعود برونا وميليسا لأجواء المباراة مرة تانية. استغل الشمس الفرنسية وبتعلي، لكن تيا برا الملعب. وأول أشواط المباراة لبرونا ميلو وميليسا مارتن، شوطين لشوط. أول أشواط المباراة كده 2-1، بدأ يبقى فيه نوع من أنواع الندية. استمتعنا بالمباراة اللي فاتت الدور قبل النهائي، أمتع مباراة في البطولة، أمتع مباراة في البطولة اللي صعد فيها محمد سعدون الكواري اللاعب القطري والمذيع اللامع طبعا، ومعاه خوسيه خيمينيز للمباراة النهائية بعد ما فازوا على
المصنفين رقم واحد سيمون كريمونا وماركو كاسيتا الإيطاليين. إن شاء الله هنستمتع بعد هذا اللقاء مباشرة إن شاء الله الساعة 5 بعد هذا اللقاء الساعة 5 إن شاء الله. لازم طبعا يدوم فرصة شوية للراحة، يعني مباراة قوية جدا 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 المباراة دي. برونا وميليسا فازوا على ليلى النمر وميار توفيق بطلتنا 6-4 و6-3 في الدور قبل النهائي. كنا نتمنى طبعا ليلى وميار نشوفهم في المباراة النهائية، ولكن النهائي برونا ميلو وميليسا مارتن. ارسال ميليسا فينش ميلو برا الملعب، برا الملعب باينة جدا من روزالي فاندر هوك. 15 لاف 15 لا شيء، شكلهم راجعين بقوة برونا وميليسا مصنفين التانيين على البطولة. فولت ارسال خاطئ، ادي تيا صاحبة ال 19 سنة ما زالت بتلعب تنس وبتلعب بادل في نفس الوقت. التنس والبادل خارجين من رحم شيء واحد. لعبة البادل مشتقة من التنس والاسكواش. يا سلام تيا تعمل فينش هايل. 15 اول 15-15. ارسال روزالي برا الملعب 15-30. والارسال مع ميليسا مارتين 15-30 الفرنسية. والارسال ميلو بترد بتوين حلوة. خطأ من روزالي الهولندية. ثيرتي اول 30-30. برا الملعب، برا الملعب 30-40. 30-40 فرصة جيم بوينت لبرونا وميليسا. لتيا وروزالي يا سلام يا سلام يا سلام، بتفنش الجيم تيا وروزالي. روزالي فور هاند هايلة جدا جدا عشان تبقى النتيجة 3 أشواط مقابل شوط لروزالي وتيا. 3-1 مصنفين الأوائل ماشيين في الطريق السليم، ماشيين في الطريق السليم مصنفين الأوائل. في الرجال خسروا، هنشوف بقى النهاردة المصنفين الاوائل في السيدات هيعملوا ايه. ماشيين كويس لحد دلوقتي. باك هاند هايله 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 من ميليسا. يا سلام يا سلام، داون ذا لاين باك هاند هايله هايله هايله. 15 لاف او لاف 15 لا شيء 15. لسه في اللعب. طبعا احنا بننطق اللي معاها الارسال الاول، هي دي قواعد البادل. بره الملعب، بره الملعب 30 لا شيء او لا شيء 30.
لاف 30 وارسال مع روزالي. نقطة هايلة وإيس رائع 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 من روزالي فاندر هوك. 15-30 15-30 هيرجعوا في الشوط ولا إيه؟ هتبقى ريمونتادا قوية. أوه فولد فولد. إرسال خاطئ. فرصة إرسال ثانية لروزالي. يا سلام بوم بوم من روزالي فاندر هوك. 30-30 بيرجع مرة تانية الزوجي الإنجليزي الهولندي فان روزالي فاندر هوك وتيا نورتون. إرسال روزالي. إرسال خاطئ. فرصة إرسال تانية. إرسال سليم بتعلي تيا برونا. يا سلام يا سلام محظوظة محظوظة هنا تخدم وما تخدمش. خدمت ونزلت في ملعب المنافس. اوه مش كل مرة تسلم الجرة يا تيا، مش كل مرة تسلم الجرة يا تيا. تيا بتحط في الشبكة. 30-40 جيم بوينت لصالح روزالي لصالح برونا وميليسا. ديت بوينت إعادة للإرسال. جيم بوينت مرة تانية. أربعين أربعين. أوه تيا تيا بتفقد الشوط وتبقى 3-2. سماش فور هاند مش مظبوط. ثلاث أشواط مقابل شوطين. وتيا بتعمل سماتش قوي جدا لكن قفلت وش المضرب زياده شويه، كان لازم تفتح شويه عشان يبعد عن الشبكه لكن قفلت كتمت جدا وقفلت المضرب بشكل كبير جدا. وبالتالي فقدت النقطه والشوط. ثلاث اشواط مقابل شوطين. قلت لحضراتكم برونا وميليسا فازوا على الزوج المصري ليلى النمر وميار توفيق. وليلى النمر وميار توفيق يعني من اللاعبات المصنفات الحقيقه. طبعا ليلى النمر المصنفه الثالثه في مصر وميار توفيق المصنفه الاولى، يعني تصنيفهم وترتيبهم عالي جدا. اما من حيث في البطوله فليلى وميار المصنفات التالتين على هذه البطوله، خسروا من المصنفين التانيين اللي قدام حضراتكم في الصوره دول اللي هم برونا ميلو وميليسا مارتن، وفازوا في دور الثمانيه برضو على الزوج المصري فريده الحلبي ونور فضل الله. بوم بوم الفرنسيه الفرنسية ميليسا مارتن بتعمل أول نقاط الشوط السادس. إرسال برونا ميلو. 15 لاف. إرسال الإسبانية. فورهاند قوي من تي. أوه كرة حطتها لها في مقتل تحت رجليها صعبة جدا برونا ميلو. باك هاند في نوع من أنواع الرعونة شوية من روزالي فاندر هوك الهولندية. جيم بوينت 40-15. يا سلام على التيا فور هاند دي، يا سلام على الفور هاند.
40 15 لسه جيم بوينت. حلو قوي الارسال ده. هتفنش 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 بتفنش بتفنش روزالي. لا بتلحقها تيا بتلحقها تيا وفرصه البوم لكن مش بوم بوم. تقطع بالفور هاند بتوين تلحق تيا. ميليسا بتعلي تلعب على الشمس بقى في اللعبه دي. باك هاند حلوه جدا لكن تيا لعيبه مخضرمه الحقيقه، لعيبه مميزه جدا صاحبه ال 19 سنه الانجليزيه. 40 30 وبتعود تيا وروزالين من بعيد. بعيد لا شيء. 40 15 40 30 ارسال من ميلو. برونا ميلو فور هاند بتوين هايله من تيا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بدل 3 جيم بوينت انقذوا 3 جيم بوينتس 40 40 وجيم بوينت مشتركه للاثنين دلوقتي. ارسال تيا الانجليزيه سال فور هاند حلو. اوت وشوط رابع لتيا وروزالي. اوت 30 لا شيء 30 لاف. ارسال تيا. مباراة نهائية مباراة نهائية للسيدات وايس. يا سلام يا تيا يا سلام يا تيا. تيا نورتون عاملة أداء عالي جدا 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 في هذه البطولة الحقيقة. وجهة نظري هي أفضل لاعبة في البطولة تيا نورتون. يا سلام على الإيس الثاني. يا سلام بتفنش الشوط بتفنش الشوط السادس. خمس أشواط مقابل شوطين. المصنفتين رقم واحد في البطولة بيقدموا أداء رائع وماشيين في الاتجاه السليم. الوضع الطبيعي ان المصنف الاول هو اللي بيكسب، لكن لو حصل العكس هو ده اللي ما يبقاش طبيعي. زي الرجال خسر المصنف الاول في البطولة الفريق الايطالي سيمون كريمونا وماركو كاسيتا من المصنف الثالث في البطولة محمد سعدون الكواري وخوسيه خيمينيز. المرة دي مصنف اول بيلاعب مصنف تاني، فالخسارة متوقعة من المصنف الأول أو الثاني لأن الفروقات في الحاجات اللي زي دي ما بتبقاش كبيرة. بإذن الله بنتابع مع حضراتكم أعزائي المشاهدين مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان منافسات بطولة العالمين للبادل، البطولة التي تقام على هامش مهرجان العالمين في مدينة العالمين الجديدة اللي بنستمتع بيه كلنا الحقيقة في الفترة من 13 يوليو حتى 26 يوليو على مدار 25 يوم بالتمام والكمال. نستمتع بالرياضات الدبل والكرة البادل والكرة الشاطئية والترايثلون والجيت سكي، عروض أزياء فني أغاني، حاجة ممتعة جدا. فولت ارسال خاطئ من الفرنسية ميليسا مارتين. بداية الشوط الثامن ارسال ايزي بسيط جدا. باك هاند مميزة من روزالي عالية الكرة اوتسايد.
15 لشيء لصالح برونا ميليسا. برونا وميليسا فولد، ارسال خاطئ، داون دي لاين حلوه لكن بتلحقها برونا، قفل الشبكه مظبوط. برونا اوه، ذكاء 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 من روزالي فاندر هوك الهولنديه. هنا بقى روزالي خلتهم يعتمدوا على بعض واستخدمت الحائط الجانبي في رياكشن صعب. 15 الكل. الله الله على النقطة اللي فاتت دي، عملتها برونا ميلو رائعة رائعة رائعة. 30-15 برونا ميلو وميليسا مارتين بيقولوا لسه لسه الأماني ممكنة وكل شيء ممكن، كل شيء وارد. إرسال من الفرنسية، ميليسا أوتسايد غالبا أوتسايد. برونا وميليسا بياخدوا النقطة 40 والجيم بوينت. فولد صار خاطئ، عندهم ثلاث فرص للجيم بوينت. ميليسا مارتين الفرنسي ارسال سليم وجيم 5-3. أربعة 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 أربع أشواط مقابل أربعة. لا شيء 15 لاف 15. مباراة متكافئة جدا. سلام على الرالي الجميل ده، الرالي الجميل في بادل رائع، اعلى مستويات البادل في السيدات في هذه المباراه. يا سلام يا سلام يا سلام تيا. خمستاشر خمستاشر 15 اول. ارسال لروزالي تيا تعمل فينش لكن مش مظبوط. يا سلام يا سلام روزالي، عندها الفور هاند هايل هايله، بتتميز كمان بطول القامه فبتعمل يعني فينش هايل هايل. 30-15 لتيا وروزالي. فولد سال خاطئ، باك هاند قوية جدا من الفرنسية، صعبة 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 عملتها تاني. 40-15 الجيم بوينت لتيا وروزالي. في تكتيك معين قالته تيا لروزالي تعمله لكن الارسال خاطئ اول من روزالي. ارسال سليم، لسه الكره في اللعب خارج الملعب. 40-30 40-30. وارسال مره ثانيه من روزالي الهولنديه.
فرصة فينش، فرصة فينش وبتفنش. بتفنش. خمس أشواط مقابل أربعة لتيا وروزالي. وبيقربوا من المجموعة الأولى. بيقربوا من المجموعة الأولى تيا وروزالي. خمس أشواط مقابل أربعة. مشوار بقى تيا وروزالي. فازوا على إنجي حشيش ويسرى حجي. في الدور قبل النهائي. وفازوا على دليلة الشاعر وسلمى صيام في دور الثمانية. طبعا في الدور الستاشر تم تجنيبهم وطلعوا باي. بينما اللاعبتين برونا وميليسا تم تجنيبهم من دور الستاشر. تم تجنيب يعني فريقين فقط، هم دول اللي تم تجنيبهم في دور الستاشر. في دور الثمانية فازت برونا وميليسا على الزوج المصري فريد الحلبي ونور فضل الله. وفي دور قبل النهائي فازوا على ليلى النمر وميار توفي. وبيقابلوا بقى في النهائي طبعا تيا وروزالي. بداية الشوط العاشر، ارسال لبرونا ميلو صنفها الاولى في البطولة، او التصنيف الترتيب الاول في البطولة على مستوى التصنيف على مستوى العالم. فينش قوي جدا 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 من ميليسا مارتي. بوم بوم. ارسال برونا 15 لاف. يا سلام، موتت الكوره الفرنسيه ميليسا مارتين. عملت باك هاند، امتصت بيه الكوره، كانت جايه قويه جدا. 30 لاف. هنروح 5 5 ولا ايه؟ فورتي لاف. عندهم ثلاثة جيم بوينتس، رايحين خمسة خمسة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالأشواط الإضافية. ثلاث نقاط جيم بوينتس، هل هيقدروا ينقذوهم ولا إيه اللي هيحصل؟ هنشوف ونتابع. يا سلام يا سلام يا سلام. روزالي، روزالي بكل بساطة الهولندية بتحط فور هاند جامدة جدا لكن بهدوء وعقل. 40-15 لسه مازال الجيم بوينتس ثلاثة. خلاص خلاص، 5-5 خمسة خمسة. هنوصل لسبع أشواط. مش عارف المباريات النهائية مكتوب لنا النهاردة ان احنا نوصل للأشواط للشوط الأخير. فولت، ارسال خاطئ. مرة دي سليم. لسه في الملعب يا تيا، لسه في الملعب، لسه في الملعب يا ميليسا، لسه في الملعب يا ميليسا. 15 لاف. 15 لا شيء. حلو قوي الارسال ده، حلو قوي الارسال ده، لكن خارج الملعب من تيا. 15-15. 15 اول. ارسال من تيا. حلو قوي الارسال، ارسالاتها رائعه تيا اللاعبه الانجليزيه، ولكن ان فورس ايرور، مش ممكن. بكل بساطه كان ممكن تعمل احسن من كده. 15 30.
نشوف كسر ارسال كل شيء ممكن. ارسال تيا المميز جدا، هل تفقده؟ بتفنش بعده على طول، بتفنش بعده على طول. 30 الكل، 30 اول. تعتمد على ارسالها وتطلع تفنش بعد الارسال على اكيد بقى الارسال طبعا هنا فولد. الارسال الثاني مش هيكون بنفس الريسك اللي بتعمله في الارسال الاول، فهتعمله ايزي. ادي كده زي ما حضراتكم شايفين، لكن برضه بتطلع تفنش بعديها على طول. اوتسايد 40 30 40 30 40 30. الجيم بوينت المره دي بقى لصالح تيا نورتون وروزالي فاندر هوك. وادي اللاعبه الفرنسيه ميليسا مارتن عندها 8 نقاط في هذه البطوله. ارسال صعب قوي وريسيرف عالمي 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 يا ميليسا، لو كنت تقصديها الحقيقه، لكن هي اعتقد اللعبه اللي فاتت هي اجبرت ان هي تحط المضرب كده. 40 اول جيم بوينت. اعتقد الارسال اللي فات ده مش سليم، لكن مكملين عادي. فولت وخارج الملعب، وجيم لصالح تيا وروزالي عشان تبقى النتيجة 6-5، ورايحين في اتجاه الشوط السابع. اما تبقى 6-6 او 7-5. 7-5 يبقى نهاية المجموعة ونقول خلاص. 6-6 يبقى في كلام تاني، نوصل للتاي بريك ونعرف نعد لحد 7. بيتقدم او بتتقدم المصنفتان رقم 1 في هذه البطولة تيا لويزا نورتون الانجليزية وروزالي فاندر هوك الهولندية. مجموع نقاطهم في هذه البطولة 78. ليه بقى؟ لأن لويزا تيا لوحدها نقاطها 63 وروزالي نقاطها 15، نجمع الاثنين يبقوا 78. الفريق الآخر بقى المصنفتين رقم 2 برونا 67 أعلى واحدة، لكن معاها ميليسا الفرنسية يعني مقللة الموضوع شوية، اللي معاها الإرسال دلوقتي عندها 8 نقاط فقط. ف 8 و67 يبقوا 75. إرسال رائع من ماليسا بتجيب بيه نقطة مباشرة. 15 لاب فولد. ميلو هايلة هايلة رونا ميلو 15 اول 15 15. وارسال للفرنسية ميليسا مارتن. شوط مهم جدا جدا جدا، اما يعني المجموعة او نقطة ومن اول السطر. مجموعة لو فازت بيه تيا وروزالي، اما نقطة ومن اول السطر لو ميلو وميليسا. برونا وميليسا. اوه ذكاء 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 من الفرنسية، عمل دروب شوت عالمي واحرزت النقطة. 30 ميليسا فولت صار خاطئ. مستوى متقارب جدا جدا، ما تقدرش تقول مين اللي هياخد المباراة. اوه 30 30 30 30. برونا ميلو تيجي منك انت يا برونا، مصنفة الأولى في البطولة كلها.
كفردي طبعا، او يعني اعلى تصنيف في الاتحاد الدولي. الله الله، هاي 40 30 40 30 40، وفرصة تيا الجيم بوينت والسيت بوينت 40 30 لتيا وروزالي، جيم بوينت وسيت بوينت، فولد سال خاطئ من الفرنسية ميليسا مارتين. ميليسا ارسال اخر، كرة مهمة جدا جدا. خلاص خلص الكلام، خلص الكلام وبينتهي. 7 أشواط لـ5 بتنتهي المجموعة الأولى بفوز تيا وروزالي على برونا وميليسا بأول مجموعة في البطولة، أول مجموعة في البطولة في هذا اللقاء، طبعا في اللقاء النهائي، نهائي بطولة العالمين للبادل للسيدات. بتتقدم المصنفتين رقم 1 تيا نورتون وروزالي فاندر هوك على المصنفتين رقم 2 برونا ميلو وميليسا مارتن. بطولة العالمين للبادل، عارفين البادل ده تم اختراعه سنة كام؟ 1969 بالتمام والكمال. رياضة البادل هي رياضة مكسيكية، واللي اخترعها الحقيقة انريكي كوركويرا المكسيكي، ما كانش قاصد يعملها لعبة عالمية ولعبة يعملوها اتحاد دولي وحاجات كده، وكان عاملها، كان شاري بيت وفي حوالين البيت مكان ما كانش يسمح بمساحة ملعب تنس، فبنوله هذا المكان على شكل ملعب، والمكان ما كانش مفروض الكرات تخرج منه عشان هيبقى فيه مشكلة مع الجيران وحاجات زي كده، فبنوله حوائط للملعب، ومن هنا كان اختراع اللعبة. سبحان الله، ومن المكسيك 1969 انتشرت بقى في كل دول العالم لعبة البادل. بداية المجموعة الثانية في المباراة النهائية، ارسال لفاندر هوك، روزالي لت إعادة للارسال، مرة ثانية روزالي، قوي حلو قوي روزالي. اوه بتستخدم المهاره برونا ميلو، عملت باك هاند وغيرت ريست ايديها في اخر لحظه واخدت اول نقاط المجموعه الثانيه. روزالي برونو برونا ميلو، انا طبعا ما كانتش جاهزه، فما تبداش روزالي. اخلاقيات رياضه كلها بروتوكول وكلها اخلاق. وادي هنا بقى تيا بتجيب التعادل 15 اول، باك هاند قويه جدا في جسم اللاعبه برونا ميلو. فولت ارسال خاطئ من روزالي فاندر هوك، جات في ايديها، جات في ايدين تيا نورتون، وتبقى 15 30. ارسال روزالي حلو قوي قوي قوي، الارسال ده حطيته في مكان صعب جدا يا تيا، يا تيا مش ممكن. تيا يعني بتضيع فرصة فينش قوية جدا،
تعمل سماتش مش مظبوط. 40 15 40 جيم بوينت. الله الله على الروقان يا روزالي. 30 40 بتنقذ واحدة من الثلاث فرص للجيم بوينت. باك هاند قوية جدا. التوين دي بتبقى من أصعب الكرات والبوم بوم هتخلص. لس هنا بقى يعني لحقتها ولا ما لحقتهاش؟ ما لحقتهاش أعتقد. أول أشواط المباراة ما لحقتهاش لبرونا ميلو وميليسا مارتن. جيم لبرونا ميلو وميليسا مارتن. أول أشواط المجموعة الثانية. المجموعة الأولى اللي أخذتها تيا وروزالي. الشوط الأول في المجموعة الثانية أخذته برونا وميليسا. هل يا ترى برونا وميليسا ياخدوا المجموعة الثانية ونلعب تاني مجموعة ثالثة ولا إيه؟ هنشوف. ارسال لبرونا ميلو الاسبانية. سالفور هاند هايل 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 باين قوي من هو طالع من ايديها من المضرب الحقيقة. ريسيرف مش مظبوط من روزالي. 15 لاف. أول كسر إرسال في المجموعة الثانية. أوه روزالي مش مركزة. كسر إرسالها في المجموعة الثانية. وأدي بوينت كمان مش مظبوط. تعدي من بين من تحت المضرب بالظبط. 30 لاف. إرسالاتها إيه؟ يعني عالمية تيا الحقيقة. برونا. 40 لاف. شكلينا رايحين في اتجاه المجموعة الثالثة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تيا. شوف بقى نموذج فتحت المضرب على انها تلعبها بالفور هاند على شمال برونا ميلو وفي اخر لحظة غيرت الاتجاه وعملتها داون ذا لاين موازية لخط الحد الجانبي و أخذت نقطة هايلة. 40-15 40-30 ولسه الأماني ممكنة. روزالي بتقول روزالي بتقول لسه الأماني ممكن. إرسال لبرونا ميلو. حلو أوي الريسيرف من تيا. فينش قوي جدا جدا بتنهي بيه الشوط الثاني في المجموعة الثانية عشان تبقى النتيجة 2 برونا وميليسا. لا شيء تيا وروزالي. بداية الشوط الثالث. فور هاند مش مظبوطة من تيا. لا شيء 15 لا فورت لا 15. ارسال حلو قوي من تيا المرة دي. اوه بتوين لكن بتلحقها في اخر لحظة روزالي. مرة تانية ميليسا باك هاند مش مظبوط لأن هي اتأخرت في اللعبة اللي فاتت. 15 اول 15 15 إرسال تيا.
الله الله، تيا قتلت الكرة قتلا، قتلت الكرة قتلا تيا، مع سبق الإصرار والتعمد. 30-15. هو ده القتل اللذيذ، قتل الكرة في إطار اللعب، ما أحلاه قتل. 30 all. 30-30. روزالي مش مركزة قوي في الفترة اللي فاتت، تيا محتفظة بتركيزها، روزالي اللي بتفقد مجموعة نقاط. بليت بول. ارسال تيا المميز، تطلع بعديه على طول عشان تعمل الفينش. قلت لكم روزالي مش مركز، مش مركز دايما، هما بيلعبوا على روزالي، برونا ميلو وميليسا مارتن. دايما اي فريق كده بيخلي الفريق اللي قدامه بيلعب على الحلقة الأضعف فيه، بيلعب على الحلقة الأضعف في الفريق اللي قدامه. جيم بوينت، إنقاذ، إنقاذ من تيا نورتون. 40 all. جيم بوينت. واخيرا بتحصل تيا وروزالي على اول شوط في المجموعه الثانيه، عشان تبقى النتيجه 2-1. فكر حضراتكم، تيا وروزالي هم اللي حصلوا على المجموعه الاولى، ما زلنا بنتابع مع حضراتكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، منافسات بطولة البادل، البطولة العالمين للبادل، البطولة العالمية على ارض مصرية، بطولة اكتر من رائعة، بطولة ما فيش كلام تقدر تقول عليها يعني بطولة ناجحة وانت مغمض، وانت مغمض. استمتعنا بمباريات اكتر من رائعة، شفنا مباراة الدور قبل النهائي للرجال، حاجة ممتعة، حاجة عظمة. اتنين واحد بتتقدم برونا على ميليس وميليسا. مستنيين الشوط الرابع ومستنيين نتيجة المجموعة، يا ترى يا ترى. تيا نورتون الإنجليزية وروزالي فاندر هوك الهولندية اللي نزلوا دلوقتي في أرض الملعب، ولا برونا ميلو الإسبانية وميليسا مارتن الفرنسية. الإسبانيين مسيطرين على المراكز الأولى هما والأرجنتينيين، يعني في الرجال الأول إسباني أليخاندرو جالان، ومشترك معاه أول مكرر خوان ليبرون برضو أول مكرر إسباني، اول وتاني كده، التالت اسباني، الرابع ارجنتيني، الخامس ارجنتيني، السادس اسباني، السابع ارجنتيني، الثامن ارجنتيني. بداية الشوط دروب شوت هايل من برونا ميلو، بتاخد بيه اول نقاط الشوط الرابع. 15 لاف، 15 لا شيء. هذه اللاعبة الصغيرة صاحبة ال 19 عام، على فكرة افضل لاعبة في انجلترا
في التنس تحت 19 عام، هي المصنفة رقم واحد في انجلترا تحت 19 عام هذه اللاعبة حاليا. ثيرتي لاف صعبة لكن جابتها. صعبة 30-15. أربعين خمستاشر فرصة الشوط الرابع. هتبقى 3-3 3-1 غير 2-2 خالص جدا بشدة. خلاص ثلاث أشواط مقابل شوط. الشوط الخامس وارسال روزالي. شكلنا رايحين في اتجاه المجموعه الثالثه الا بقى لو عملوا ريمونتادا قويه تيا وروزالي الانجليزيه والهولنديه. ميليسا فور هاند حلو لسه في اللعب. رالي حلو يا سلام. اوه مش ممكن يا تيا، عايزه تعمل دروب شوت ورا الشبكه على طول ولكن ما ظبطتش معاه، امتصت زياده شويه. لا 15 لاف 30 مش ممكن. Unforced error من تيا نورتون الإنجليزية اللاعبة المميزة جدا، يعني دائما تأتي الغير متوقعات من اللاعبات المميزات. حلوة قوي 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 يا تيا، يعني شوف بتعمل دي صعبة جدا جدا وبتضيع كرة سهلة جدا جدا جدا. 30-15 أو 15-30 15-30. الله على الإرسال، الله على الإيس، الله على الإيس وهو طالع. قلت لكم إرسال باين قوي جدا وفي دوران عالي جدا. 30-30 30-0. حلو قوي الإرسال ده كمان، قوي قوي قوي. هنا بتعمل عظمة في الإرسالات الحقيقة اللاعبة روزالي فاندر هوك الهولندية. 40-30 40-30. الله في النص غير متوقع بتنهي بيه روزالي. عمل الثلاثة ايس الحقيقة، عمل الثلاثة ايس. ثلاث اشواط مقابل اثنين وبنقول لسه الاماني ممكنة هنا وهنا. قلت لحضراتكم على اوائل التصنيف العالمي للبادل، اول ثلاثة اسبان، الرابع ارجنتيني، الخامس ارجنتيني، السادس اسباني، السابع ارجنتيني، الثامن ارجنتيني، التاسع ارجنتيني، العاشر برازيلي. يعني خمسة أرجنتينيين لكن مش منهم الثلاثة الأوائل، الثلاثة الأوائل إسبان. ده بالنسبة للرجال. طيب هل بقى السيطرة الإسبانية الأرجنتينية هتتغير؟ إطلاقا مطلقا.
الأولى هي إسبانية أيضا، أريانا سانشيز الإسبانية، والتانية إسبانية باولا مارتين، والتالتة إسبانية برضو جيما بونس، الرابعة كمان إسبانية أليخاندرا سالازار، الخامسة كمان إسبانية مارتا، السادسة إسبانية بيتريز، السابعة بقى أرجنتينية بيلفينا، التامنة أرجنتينية ماريا، التاسعة إسبانية، والعاشرة إسبانية. فولد، إرسال خاطئ من برونا ميلو. الله 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 على الفور هاند العالمية من ميليسا، لكن في باك هاند داون دي لاين من تيا عالمية أكتر منها، بتاخد بيها أول نقاط الشوط السادس، وتابع النتيجة لاف 15. فيفتين اول اوت، خارج الملعب. حلوة 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 من روزالي الهولندية، عملتها في ارتفاع صعب قوي قوي. 15-30، هل يكون كسر ارسال اول في المجموعة دي؟ فولد، تيا متقدمة على وروزالي 30-15، لسه في اللعب. 30-30، بتعود مرة تانية برونا ميلو وميليسا مارتين الإسبانية والفرنسية، وإرسال الإسبانية إرسال حلو، لكن الريسيرف برضو حلو. أوه تيا 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 بتقتل الكورة، القتل اللذيذ القتل الشريف. 40 تيا روزالي، 30 ميليسا برونا، 30-40، 30-40، جيم بوينت، فرصة كسر الإرسال للمرة الأولى هذا الشوط، ولكن 40-40، ميليسا مارتن بتعمل فينش قوي جدا بالفور هاند. جيم بوينت لكلتا اللاعب أو كلا الفريقين، الجيم بوينت. ديني الشبكة، مظبوط مظبوط مظبوط. شوط 4-2، شوط لصالح برونا ميلو وميليسا مارتين. ارسال تيا نورتن الانجليزية، لسه الكرة في اللعب. سماتش فور هاند أي كلام من برونا ميلو، بتاخد بيه أول نقاط الشوط السابع تيا وروزالي. إرسال تيا نورتون، الله الله على الإرسال، إرسال في منتهى الروعة. مستويات عالية يا جماعة، مستويات عالية. اللي احنا شايفينه ده يعني سلام، خدعتها الكورة، خدعتها الكورة تيا نورتون، حطيتها برونا بذكاء شديد جدا، وخدت نقطة في الشوط. اسا ثلاثين خمستاشر لصالح تيا وروزالي. ثلاثين
وارسلت هي مازال. الشوط ده مصيري 30-30، اما يبقى 5-2 ويبقى خلاص باقي على الحلو تكه، باقي على المجموعه شوط، او يبقى 4-3 ونرجع بقى ايه المباراه تحلو جدا. فولت ارسال خاطئ، يعني مالكيش حظ، مالكيش حظ يا ميليسا. ميليسا بتغلط غلطة يعني ما تغلطهاش لاعبة لسه مبتدئة في الكورة، في الكورة اللي فاتت. جيم بوينت تيا وروزالي 40-30. لسه في اللعب. لسه الكرة في اللعب. هتفنش ولا ايه؟ ما فنشتش تيا. صعبة الكرة، صعبة الكرة، صعبة الكرة. جيم لتيا وروزالي 4-3. يا لها من مباراة، يا لها من مباراة. موعودين بالمباريات الماراثونية النهاردة. شفنا مباراة 2:40. اللي من وجهة نظري هي أفضل مباراة في البطولة حتى الآن، اللي فاز بيها محمد سعدون الكواري القطري وخوسيه خيمينيز الإسباني على المصنفين الأوائل في البطولة سيمون كريمونا وماركو كاسيتا الإيطاليين. ما زلنا متابع مع حضراتكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، المباراة النهائية من بطولة العالمين للبادل للسيدات، مباراة التي تجمع بين تيا نورتون الإنجليزية وروزالي فاندر هوك الهولندية، والزوج الآخر برونا ميلو الإسبانية وميليسا مارتين الفرنسية. المجموعة الأولى فازت بيها لتيا وروزالي، المجموعة الثانية متقدم حتى الآن الزوجي الإسباني الفرنسي برونا ميلو وميليسا مارتين 4-3. اللي هيحصل في الأشواط اللي جاية الله أعلم. لو فازت برونا وميليسا نلعب مجموعة ثالثة، لأن المباريات هي بيست اوف 3، يعني ثلاث مجموعات، اللي يفوز باثنين يفوز بنتيجة المباراة أيا كان الاثنين، اثنين متتاليين أو اثنين متفرقين، يعني 2-0 او 2-1. بداية الشوط الثامن وارسال للفرنسية ميليسا مارتين، ارسال حلو قوي في زاوية صعبة قوي، لكن الريسيرف عجبني جدا 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 من روزالي، الريسيرف رائع. لا 15 لا شيء 15، شوية هوا كده في الملعب، ممكن يغيروا شوية في اتجاه الكورة. يا روزالي لسه بنشكر فيكي في اللعبة اللي فاتت، عملت انفورسد ايرور غريب جدا وهي على الشبكة برعونة شديدة جدا بتضيع كورة. 15-15 15 ارسال من الفرنسية. يا سلام على البيتوين اللي ممكن تلخبط. اوت اوتسايد من ميليسا 40-30. هنا في شويه يعني هوا زي ما حضراتكم شايفين كده، في شويه رمل كمان في السكه بيطيرهم الهوا. مباراة على الملعب ده يا جماعة على شط البحر المتوسط، على شاطئ البحر المتوسط. لسه اللعب موجود ولسه النقطة شغالة. فولت مش ممكن. 30-30
كانت فرصة روزالي. تلاتين تلاتين، كانت اخدت الكرة دي النقطة دي تيا وروزالي، كانت بقت 40-15 بقت 30-30. رجعوهم مرة تانية في المباراة او في الشوط. باك هاند عالمي 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 من ميليسا. 40-30. وارسال ميليسا، جيم بوينت لصالح ميليسا. و برونا لسه لسه يا ميليسا. صعبة صعبة الكورة، لكن بتجيبها ميليسا وبتعلي، لكن تيا بتعملها بذكاء. اوه تعادل مرة تانية، ترجع مرة تانية تيا وروزالي لنقطة البداية. جيم بوينت يلعبوا على الشمس تيا وروزالي. اوه 5-3. خمسة ثلاثة، قربوا جدا جدا من المجموعة برونا ميلو وميليسا مارتين. ارسال روزالي، فيفتين لاف فيفتين لا شيء، 15. شكلنا كده رايحين في اتجاه المجموعة الثالثة. حلو قوي قوي الباك هاندي. يا سلام يا سلام يا سلام، برونا ميلو الإسبانية بتعمل فور هاند حلو قوي. حلو قوي الإرسال ده في مكان صعب جدا. ميلو بتحط فين؟ لسه في اللعب. أربعين مقابل لا شيء لصالح برونا وميليسا. لاف فورتي لاف فورتي، جيم بوينت سيت بوينت، نقطة الشوط نقطة المجموعة فولت لو فازت بيها ميليسا وبرونا. هنا بينقذوا نقطة من نقاط الجيم بوينت والسيت بوينت، 40-15 أو 15-40. فولت، إرسال خاطئ، ما زلنا في الجيم بوينت سيت بوينت. صعبة وبينتهي
الجيم بينتهي الشوط وبتنتهي المجموعة وبتفوز برونا ميلو وميليسا مارتن بالمجموعة الثانية عشان تبقى مجموعة لمجموعة. هنوصل للمجموعة الثالثة. يا له من يوم، يا له من يوم، يوم طويل جدا جدا. شفنا مباراة قبل هذا اللقاء مباشرة، الدور قبل النهائي، سعدون الكواري وخوسيه خيمينيز مع سيمون كريمونا وماركو كاسيتا، استمرت ساعتين واربعين دقيقة. والمباراة دي يعني قربنا كده من ساعة ونص ولسه مجموعة. ما زلنا بنتابع مع حضراتكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، منافسات بطولة العالمين للبادل، وبنتابع نهائي السيدات، النهائي الذي يجمع بين تيا نورتن الانجليزية وروزالي فانديروك الهولندية مع الثنائي الاسباني الفرنسي برونا ميلو الاسبانية وميليسا مارتن الفرنسية. مصنفتين رقم واحد ورقم اثنين على البطولة، يعني الفريق المصنف رقم واحد والفريق المصنف رقم اثنين في البطولة بيقابلوا بعض في المباراة النهائية، وده أمر طبيعي. تيا وروزالي حصلوا على المجموعة الأولى 7-5، وبرونا وميليسا حصلوا على المجموعة الثانية 6-3. بداية المجموعة الثالثة والحاسمة، مين هياخد المجموعة؟ ادي برونا الاسبانية، اربع جنسيات في الملعب النهاردة، اربع جنسيات، انجليزية وهولندية في فريق، واسبانية وفرنسية في فريق اخر، لسه في اللعب. خطأ من برونا، لاف 15 لا شيء 15، وارسال برونا الاسبانية. حلو قوي الريسيرف. تيا واضح ان هي داخلة ومركزة في المجموعة الثالثة جدا جدا. سماش فور هاند عالمي عالمي. عملت البوم بوم في اللعبة اللي فاتت. البوم الأولى اللي بتخرج من المضرب والبوم الثانية اللي بتخبط فيه الحد أو الإزاز الخلفي أو الجانبي وبترتد بدون رد. فيفتين ثيرتي 15-30، بتقرب النتيجة شوية. ميلو برونا ميلو وميليسا مارتن، السيرف حلو قوي. عدت منها الأولى لكن عندها فرصة تانية، ده غير التنس خالص. خمستاشر أربعين الجيم بوينت في المجموعة الثالثة، عندها ثلاثة جيم بوينت تيا وروزالي. لا 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 بعيدة جدا، بقوا 2 جيم بوينتس 40-30. الله على الرالي، حلوة قوي النقطة دي، حلوة قوي النقطة دي. اوه
جيم لصالح تيا وروزالي. أول أشواط المجموعة الثالثة. تيا وروزالي. المجموعة الأولى انتهت لصالح تيا وروزالي 7-5 بصعوبة كبيرة جدا. المجموعة الثانية انتهت لصالح برونا ميلو وميليسا مارتن 6-3، لكن مش بصعوبة كبيرة. مش مركزين قوي بالذات روزالي في المجموعة الثانية، لكن واضح التركيز في المجموعة الثالثة بشكل كبير. الإرسال مع روزالي فاندروك. فولد إرسال خاطئ. عملوا أول عملية كسر إرسال في الشوط اللي فات. تلعب على الشمس روزالي. هي وتيا. لاف 15 برا الملعب اوت. ارسال روزالي. ارسال حلو قوي قوي، لكن الريسيرف عالمي من ميليسا. داون ذا لاين صعبة 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 من تيا. 15 اول 15-15. فولد. اوت. 30-15 صعبه صعبه انفورسد ايرور. مش ممكن مش ممكن تيا بتفرط في النقطه 40 وبتعملها 30-30. 30 اول. روزالي ارسال صعب. اوه مالكيش حظ، لكن بتكمل روزالي. حلوه الكوره حلوه الكوره اللي فاتت دي قوي. ادي اللعبه اللي فاتت نقطه حلوه نقطه حلوه نقطه حلوه لسه مكمله. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. خلصتها روزالي، عملتها الهولنديه فور هاند في الحته البعيده في الركن البعيد الهادي. بتسجل النقطه رقم 40. جيم بوينت. لو فازوا هيبقى 2-0، هيصعبوا الامور جدا في المجموعه الثالثه. البوم بوم بوم. خلاص 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 خلاص، خلص الكلام. روزالي فاندر هوك بكل روح رياضيه بتقبل الهديه وبتحرز النقطه عشان تفوز بالشوط الثاني في المجموعه الثالثه. فيفتين لاف أول نقاط الشوط الثالث. 15 لا شيء. رونا وميليسا أوتسايد. 30 لاف. يعني روزالي هتمارس هوايتها ولا إيه في الأوقات الأخيرة؟ ما بتعرفش تحتفظ بتركيزها طوال المجموعة. فولد صار خاطئ من ميليسا مارتن الفرنسية قدام حضراتكم. ميليسا مارتن وادي التيا
نورتون الإنجليزية صاحبة ال 19 عام. لا روح لك فين؟ بتقول لها روح يمين شمال. طبعا دي بتتكلم اسباني ودي بتتكلم فرنسي، ولغة الإشارة هي اللي بتحكم بين الاثنين. لا 40 او 40 لاف جيم بوينت، 3 جيم بوينت، 4 جيم بوينت. فولد سال خاطئ. جيم 2-1 في الاشواط. شوطين لشوط ماشيين برضو قريبين جدا من بعض. الفوارق قلت لكم قليلة جدا في المستويات العالية اللي زي كده. ما تتوقعش انك تلاقي 6-0 و6-1 و6-2 والحاجات دي، يعني هتلاقي 7-5 و6-5 و6-4 و7-6 والحاجات اللي حضراتكم عارفينها اللي بتطول الوقت قوي دي. شوطين لشوط، نتيجة المباراة في المجموعة الثالثة والأخيرة، مجموعة حصل عليها الفريق الإنجليزي الهولندي، تيا نورتون الإنجليزية وروزالي فاندر هوك الهولندية، ومجموعة أخرى طبعا تيا وروزالي فازوا 7-5، والإسبانية والفرنسية برونا ميلو وميليسا مارتن على الترتيب فازوا بالمجموعة الثانية 6-3. دي بقى المجموعة الثالثة اللي بنلعب فيها، والنتيجة حتى الآن 2-1 تيا وروزالي. ما زلنا بنتابع مع حضراتكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، نهائي السيدات لبطولة العالمين للبادل على هامش مهرجان العالمين العالمي اللي بدأ يوم 13 يوليو وهينتهي إن شاء الله 26 أغسطس على مدار 45 يوم بالتمام والكمال. بداية الشوط الرابع، تيا إرسالاتها القوية، فولد إرسال خاطئ، إرسال سليم لكن المتابعة مش مظبوطة. 15 لاف، لاف 15. ارسال ايس المره دي بتعوض 15-0. دايما ارسالاتها قويه جدا هذه اللاعب، مميزه بارسالاتها القويه تيا نورتون، تعمل الارسال وبتطلع الشبكه تتابع بعضه على طول زي ما حضراتكم شايفين. 30-15 30-15 تيا نورتون الإنجليزية على الإرسال. يا سلام يا سلام على إرسالاتك يا تيا، صعبة جدا. كانت هتعملها، كانت هتعملها روزالي، ولكن 30-30. الشوط ده ركزوا فيه بقى، مهم جدا، فاصل ومصير، اما تبقى 3-1 او 2-2 ويبقى كل الاحتمالات ممكن. 40-30 جيم بوينت لصالح تيا وروزالي. كرة بره الملعب، رسالة برضه حلوة قوي، عجبني جدا ارسالات تيا دي. بره الملعب، باينة من وهي خارجة من المضرب، ما فيهاش دقة،
40 40 جيم بوينت مشترك للفريقين. ارسال مع تيا نورتون. الله الله على الارسال والله على الريسيرف. حلو قوي حلو قوي الكلام. اوه مش ممكن مش ممكن. تيا نورتون بتفرط في 3-1 وبقت 2-2. 2-2 رايحين على فين؟ 2-2 رايحين على تاي بريك شكلنا كده. آخر مجموعات المباراة. مجموعة المجموعة واتنين اتنين وإيه الندية والإثارة الجميلة في المجموعة دي. لا 15 صعبة 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 عملتها تيا. يا سلام يا سلام يا سلام. هو ده الكلام. لاف 30 واقفين مع نفسهم برونا وميليسا الإسبانية والفرنسية كلها كده. المجموعة هتتسحب مننا. الله الله على الباك هاند دي. الله على الباك هاند من الإنجليزية المخضرمة تيا نورتون صاحبة ال 19 عام. هتقولي مخضرمة ازاي وهي 19 سنة؟ هقول لك من كتر المشاركات الدولية ليها وهي في سن صغيرة. بدأت ايه؟ بدأت 14 سنة تلعب تنس على فكرة، ومصنفة الأولى على إنجلترا في التنس تحت 19 سنة. داونز لاين عالمية من تيا اللي بنتكلم عنها دلوقتي. اوتسايد 15-40 انقذوا نقطة من الاربع نقاط جيم بوينتس. جيم لصالح تيا وروزالي. ما قدرتهاش كويس ما قدرتهاش كويس. وطبعا النتيجة دلوقتي 3-2 لتيا نورتون وروزالي فاندر هوك. 3-2 ما زلنا بنتابع مع حضراتكم اعزائي المشاهدين مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان المباراة النهائية للسيدات لبطولة العالمين للبادل المقامة على ملاعب مدينة العالمين الجميلة. مدينة العالمين الجديدة، شواطئ مدينة العالمين الجديدة، الملاعب دي مبنية على الشط. وده الجمال والمتعة، الجمال والمتعة، هو ده سحر مصر الجميلة. بطولة التي تقام على هامش مهرجان العالمين. العالمي والعالم عالمين اهو لسه بتكلم وبقول العالم عالمين. عالم كله جاي وبيشارك وبيشوف وبيشاهد متعة وجمال وسحر في بلد السحر والجمال مصرنا الحبيب. الشوط السادس ارسال من الهولندية روزالي. اوتسايد 15 لاف 15 لا شيء لتيا وروزالي. هتيجي ولا ايه؟ اوتسايد 15 اول 15 15
15-30 15-30. لو اتكسر ارسال روزالي هيبقى فرصة مهمة جدا جدا لترونا وميليسا ان هم يرجعوا في المجموعة مرة تانية. عارفين في كرة القدم بيتقال عليها ايه؟ قلشت، قلشت من المطر. 15-40 3 جيم بوينتس، ثلاث مرات نقطة الشوط لميليسا وبرونا. جيم 3-3، مش ممكن مش ممكن. المباراة ماشية سنة سنة، تاتا تاتا، نقطة نقطة، شوط شوط، مجموعة مجموعة، منتهى الندية ومنتهى التكافؤ وتقارب المستوى بين الفرقتين حقيقة. يعني تقدرش تقول مين هياخد المباراة. نقطة لصالح ميليسا وبرونا في بداية نقاط الشوط السابع. وصلنا لسبع أشواط و 15 لاف. الفرنسية ميليسا تعمل إرسال فور هاند حلو، تطلع تتابع على طول على الشبكة ومقفلين الشبكة، لكن هنا عملت روزالي حلو قوي ورجعتهم مرة تانية. الصراع على مين ياخد الشبكة. فيفتين اول، 15-15. بعيدة جدا، باينة قوي، باينة قوي يا روزالي. 30-15 30-15 باكهاند هايلة من تيا. يا سلام يا سلام، روزالي بتستخدم دماغها، بتبقى يعني الأمور جيدة جدا جدا. 30-30 30-30. فول صار خاطئ من الفرنسية ميليسا مارتين. حلوة حلوة من ميليسا، من روزالي. بتوين حلوة قوي 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 يا تي. 30-40 فرصة كسر الإرسال، فرصة كسر الإرسال لتيا وروزالي، كسر إرسال ميليسا مارتين الفرنسية. ارسال ميليسا مارتين، ريسيرف حلو قوي من تيا، كاند عالمية من برونا. فورتي اول. قفل الشبكة مظبوط برونا ميلا الحقيقة، برونا ميلا الاسبانية. جيم بوينت مشترك لكلا الفريقين. مش ممكن.
4-3 للاعبة لبرونو ميلا وميليسا مارتين. واضح ان دي اتحسبت بره الملعب. هنا زي ما بقول لحضراتكم يعني اللي بتفرق جوه الملعب من بره الملعب سنتي واتنين سنتي، بالذات في الالتقاء نهاية ارض الملعب بالحائط الزجاجي بيبقى فيه سن كده، لو جت فيه يبقى بره الملعب، لو تحت السن ده 2 سنتي ولا حاجه بتبقى جوه الملعب، بتبقى يعني تقديرها صعب جدا جدا، لكن بتبقى بالسنس كده، عارفين لما بتخرج الكوره بزاويه اكتر من 45 درجه او اقل من 45 درجه، هو كده القانون بيقول كده. اربع اشواط مقابل ثلاثه، برونا وميليسا وتيا وروزالي. وصلنا للشوط الثامن في المجموعة الثالثة والحاسمة والأخيرة. إرسال تيا فولت، إرسال خاطئ. ارسال جيد جدا اوتسايد. الله، ارسال هايل تيا، عجبني جدا ارسالات هذه اللاعبه. رولي جميل، تلحق تلحق. من أطول نقاط المباراة. لأن اللاعبات ما بتلعبش على ريسك، كله بيلعب الإيزي سهل. أوه 15 أول 15 15 15 30 50 30. وارسال تيا نورتون الانجليزية ما زال قائم تحت ال 19 عام هذه اللعبة. فولد30 اول 30 30 وارسال لتيا نورتون. ارسال حلو تطلع على طول بعديه بتعمل المتابعة. 40 30. جيم بوينت لتيا وروزالي، تستغل ولا ايه؟ فولد.
كورتي اول. دريتش تستغل تيا وروزالي التقدم في هذا الشوط. جيم بوينت فرصة برونا وميليسا في كسر ارسال تيا نورتون القوي. فولد وصل خاطئ. الانجليزية والارسال الاخر. ارسال وخطأ وشوط لبرونا ميلو وميليسا مارتين. يا سلام يا سلام يا سلام، خيار تريست ايديها في اخر لحظة تيا نورتون. لاب 30. يعني جايين كده تيا وروزالي في الأواخر، يعني يتراخوا شوي. ثلاثين لسه في الملعب، لسه في الملعب. مباراة حلوة، مباراة ممتعة. الفرنسي نقطة صعبة جدا. جيم بوينت. فولد ويعني باك هاند مش في وقته ابدا ابدا ابدا. جيم لتيا روزالي. خمس اشواط مقابل اربعه. ممكن يكون الشوط اللي جاي هو آخر أشواط المباراة وممكن نطول شوية. لو تيا وروزالي هما اللي فازوا بالشوط، يعني فرصة ميليسا وبرونا ان هما يفوزوا بالشوط ده والمباراة. اما لو تعادل او تعادلت تيا وروزالي هنلجأ لشوطين كمان، لأن مفيش حاجة اسمها 6-5. في حاجة اسمها 6-4، لكن وصلنا الخمسة يبقى 7-5. ده لو تيا وروزالي أخذوا هذا الشوط. أما لو ميليسا وبرونا يبقى كده نقول لهم مبروك عليكم البطولة. فولت ارسال خاطئ من
روزالي. بوم بوم ميليسا مارتين، يا سلام يا سلام، البوم الأولى من المضرب والبوم الثانية من الحائط. لاف 15، مش ممكن مش ممكن روزالي، مش ممكن روزالي. فاندر هوك بكل بساطة وأريحية بتضيع نقطة سهلة جدا جدا جدا، نقطتين على المباراة، نقطتين على المباراة للإسبانية والفرنسية. الفرنسية ميليسا، يا سلام يا سلام، هنا بترجع مرة تانية روزالي فاندر هوك بتقول لي الهولندية لا لسه الأماني ممكنة. لسه نقطتين بس، احنا لسنا ثلاث نقاط ونتعادل، كل شيء ممكن كل شيء وارد. الهولندية يا ترى دي اتحسبت ايه؟ لصالح مين؟ اعتقد 30-30، هنشوف. اربعين ثلاثين، 40-30. جيم بوينت، سيت بوينت، ماتش بوينت. 40-30 لبرونا ميليسا. ممكن تفنش، ممكن تفنش، ممكن تفنش، وبتفنش برونا ميلو وبتاخد الشوط الخامس 5-5، ورجعنا مرة تانية للتعادل. فيفتين لاف، 15-15. فورتي لاف، ثيرتي لاف، 30-30 لا شيء. فولد، اوتسايد، 30-15، 30-15. تلعب على الشمس برضو، حلو قوي في اخر الملعب، بيطلعوا على الشبكة. روزالي فورهاند قوية بتوين، لسه لسه هتفنش. هايلة يا روزالي، روزالي 30 اول، 30-30، يعني مش ممكن يا جماعة. يعني ده مش مجموعة بمجموعة بس، ده مجموعة بمجموعة وشوط بشوط ونقطة بنقطة. قمة المتعة، قمة المتعة وقمة الإثارة في البادل. إرسال من الفرنسية ميليسا، مش ممكن، جت في طرف المضرب. 30-40، جيم بوينت لصالح تيا وروزالي. فورتي اول، 40-40، جيم بوينت هنا ولا هنا، هنشوف.
جيم لتيا وروزالي الشوط السادس. الشوط اللي جاي ممكن يكون الاخير في المباراة لو فازت بيه تيا وروزالي، وممكن نلجأ للتايب بريك لو فازت بيه برونا وميليسا. هنشوف مين اللي هيفوز بالمباراة النهائية في البطولة العالمية، بطولة العالمين للبادل التي تقام على مدينة العالمين الجديدة، المدينة العالمية على أرض مصرية في مهرجان العالمين اللي بدأ يوم 13 يوليو وهيستمر 45 يوم حتى يوم 26 أغسطس. استمتعنا فيه بكل الألوان والأنواع والأشكال، زي ما أنت عايز تقول قول. شفنا البادل، شفنا عروض الطائرات، شفنا البطولة الدولية للكرة الشاطئية، سباق السيارات، الجيت سكي، الجودو، بطولة العربية، الترايثلون، سباحة وركوب الدراجات والجري، عرض أزياء، حفلات غنائية، كل اللي انت عايز تقوله قوله. مهرجان متكامل. ارسالتي في الشوط الذي قد يكون الاخير لو فازت به تيا وروزالي. 15 لاف 15 لا شيء. ان لازم تستنى المنافسه بتاعتها، لازم تقف مظبوط عشان تلعب الارسال. اخلاقيات رياضه البادل. فولد 30 لاف، نقطتين على نهاية الشوط والمجموعة والمباراة. لو فازت بيهم تيا وروزالي طبعا. وكالعادة روزالي يعني بتمارس هوايتها وبتفقد تركيزها في أواخر المجموعة. إرسال من تيا، إرسال قوي جدا جدا. الله 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 روزالي، الله تيا. رالي حلو، رالي حلو، بتنقذها تيا. صعبة صعبة الكرة اللي فاتت. اوه انفورسد ايرور، مش ممكن. ميليسا مارتين، جيم بوينت، سيت بوينت، ماتش بوينت، نقطة الشوط، نقطة المجموعة، نقطة المباراة لو فازت بيها تيا نورتون وروزالي فاندر هوك. عندهم ثلاث فرص للجيم بوينت والماتش بوينت والسيت بوينت. اخر نقطة، اخر فرصة يعملوها. هنشوف. باك هاند قوية جدا. حلوة، صعبة، لكن بتجيبها ميليسا الفرنسية. اوتسايد، خارج الملعب، وبتفوز تيا وروزالين، تيا نورتون وروزالين فاندر هوك 7-5 بنتيجة الأشواط في المجموعة الثالثة والفاصلة والأخيرة. المجموعة الأولى حصلت عليها تيا نورتون وروزالي فاندر هوك 7-5، والمجموعة الثانية حصلت عليها برونا ميلو وميليسا مارتن 6-3،
وبتعود مرة تانية تيا نورتون وروزالي فاندروك الهولندية بالفوز بالمجموعة الثالثة والأخيرة 7-5، وبكده المصنفات رقم واحد على هذه البطولة بياخدوا البطولة، والمصنفات رقم اثنين على هذه البطولة بيحصلوا على المركز الثاني. مليون مبروك لتيا نورتون وروزالي فاندروك، وهارد لك لبرونا ميلو وميليسا مارتن. مركز أول تيا وروزالي، مركز ثاني برونا وميليسا. أعزائي المشاهدين مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، فاصل قصير ثم نعود مع حضراتكم إن شاء الله لمتابعة المباراة النهائية للرجال.